بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم عن البيم أرينجمنت للأي إم آر تي بلانز. كان أحد الزملاء طلب تكون في محاضرة عن الموضوع ده. معاكم محمد علي مرسي، فيزياء طبي علاج إشعاعي من جمهورية مصر العربية. أول حاجة لازم نعرف إيه اللي هو الأي إم آر تي. الأي إم آر تي هو تكنيك علاجي. ايه المميز عن ال 3 دي؟ ان هو بيدي امبروفمنت اللي هم الدوز هوموجينيتي جوه البي تي بي، وبنقدر من خلاله نقلل الدوز اللي واصله للاورجن ات ريسك اثناء العلاج. فهو تكنيك علاجي من خلاله نقدر نعمل امبروفمنت للدوز هوموجينيتي الخاصه بالبي تي في. الدوز هوموجينيتي المقصود بيها ما يكونش عندنا كولد سبوت ولا هوت سبوت زي الاي ام ار تي. الاي ام ار تي قصدي زي ال 3 دي. ال 3 دي عندنا اللي هو الدوز هيتيروجينيتي. الهيتيروجينيتي يعني عندنا هوت سبوت وكولد سبوت، لكن اللي بيميز الاي ام ار تي ممكن نعمل امبروفمنت للدوز هوموجينيتي، يعني يبقى كل البلان وصله 95%، كل البلان وصله 98%. تمام. وفي نفس الوقت من خلال التكنيك ده بنقدر نقلل الاورجن الدوز اللي وصل الاورجن ات ريسك اللي حوالين الورم اثناء ايه التريتمنت. عندنا نوعين من الاي مارت، عندنا الستيب اند شوت من اسمه كده اوف واضرب. فهو معناه انك انت اول حاجه الام ال سي بياخد الشيب بتاع اول سيجمنت الموجود في الفيلد ويدي بيم اون. البيم اون خلص المونيتور يونت بتاعته، يبتدي الام ال سي يتحرك ياخد شيب تاني للسيجمنت تاني ويدي بيم اون. فطالما يعني البيم اون مرتبط بالسيجمنت اللي هيعمله الام ال سي. تمام. لكن انت تخيل كده مثلا عندك 11 فيلد، وكل فيلد فيه 3 سيجمنت مثلا او 4 سيجمنت، فتخيل كمية الوقت اللي هتستغرق اثناء التريتمنت. فغالبا ما حدش بيستخدم الطريقة دي في الايه في التريتمنت. اغلبنا بنستخدم هي السلايدنج ويندو. سلايدنج ويندو ان هو الام ال سي بياخد الشيب اثناء البيم اون، فتلاقي الام ال سي بتتحرك والجهاز بيد بيم اون. طبعا ده اسرع في الايه في التريتمنت. طيب البيم ارينجمنت، هنتكلم بقى على البيم ارينجمنت. البيم انرجي والنمبر اوف بيمز والبيم ارينجمنت هي بتحدد من خلال الفيزياء الطبي اثناء ايه ما بيعمل الخطه العلاجيه. طيب وجدوا ان كل ما تزود عدد الحقول العلاجيه الخاصه بالاي ام ار تي والزوايا، كل ما الكونفورميتي والهوموجينيتي الخاصه بالتارجت بيحصل لها امبروفمنت وتبقى افضل. ومن خلال برضو كل ما تزود الزوايا بتاعتك كل ما تقدر تقلل في الاورجن ات ريسك اللي حوالين ايه الورم. تمام. فعلا انت لما تيجي مثلا تشوف تعمل بلان 5 فيلد و7 و9 و11 هتلاقي فعلا الافضل، رغم ان هو العدد اكتر اللي هو ال 11، هتلاقي ال 11 دوز هوموجينيتي افضل. تقدر من خلال 11 تضغط شويه في الاوبتمايزر، تقدر تنزل الاورجن ات ريسك بتاعتك بدون ما تاثر على الدوز ديستريبيوشن او الدوز هوموجينيتي الموجوده في البي تي في. طبعا في مؤسسات ومستشفيات كتير عملت بابليكيشن وبتعمل ريكومنديشن بتقول لنا مثلا يفضل مثلا حاله زي بروستيت مثلا يكون لها 5 فيلد، حاله هيد اند نيك يكون 7 فيلد، حاله الكريونوس باينر 9 فلدات. فانا ده هنتكلم فيها باستفاضه يعني. تمام. طيب في كونسيدريشنز المفروض نعملها اثناء ما نحدد الزوايا بتاعتنا بتاعت الاي ام ار تي. اول حاجه البارل اوبوزيت فيلد، يعني ما نستخدمش زوايا بينهم 180. ليه؟ هشرح لكم الموضوع. يعني لو احنا على سبيل المثال عندنا الاي والاي والبي والسي تي، دوز بوينتس موجوده كلها بين زاويتين بينهم 180. طيب انا لو عايز اغير الدوز بتاعت السي دي، هل لو هقدر بالطريقه دي اغيرها؟ لا، لو انا غيرتها اسرع على البي والاي، وكذلك الاي لو انا عايز اغير الدوز بتاعتها اسرع على البي والسي، ولو عايز اغير الدوز بتاعت البي غير على الاي والسي. فدي مشكله لو انت اثناء الاوبتمايزر. يعني طبعا انا بحكي ده انا مش بشتغله بايديا يعني، بس الاوبتمايزر ده اللي بيعمله اوبتمايزر. فقال لك يبقى يفضل انك انت لو مضطر تدي زوايا بره الابوس دي يكون الزاويه بينهم مثلا في 5 درجات فرق. يعني مثلا لو تدي زاويه صفر وعايز تدي 180، لا ال 180 دي تبقى 175، تبقى 185 حسب المكان بتاع الورم بتاعك. المهم ما يكونوش على نفس الخط، ما يكونش بينهم 180. يعني انت تخيل هنا دي مثلا مش على نفس الخط، في 5 درجات فرق. فانا لو غيرت مثلا الدوز بوينت دي سي دي، لو انا غيرتها مش هتاثر على الاي والبي لانهم مش في نفس الخط يعني. تمام. وكذلك الاي والبي، فيفضل في
في الـ IMRT بلان ما يكونش عندنا زوايا بينهم 180 درجة. كلوميتر روتيشن مهم جدا. احنا في الـ 3D ممكن نستخدم كلوميتر روتيشن، ومن خلال الـ MLC نفسها نقدر نحرك الـ MLC عشان نقفل على الاورجن ات ريسك بتاعتنا الموجوده. لكن في الاي ام ار تي احنا ما عندناش، يعني ما تقدرش تحرك الام ال سي او الليفا كده تطلعها فوق او تنزلها تحت عشان تقفل على الاورجن ات ريسك، ولكن ممكن تستخدم تعمل كلوميتر روتيشن وتحرك الجو بتاعتك بحيث تعمل بلوك على الاورجن ات ريسك بتاعتك. طبعا البلوك بتاع الجو بيكون افضل من الام ال سي. الام ال سي عندنا ليكج بيحصل ترانسميشن ثرو او ان الام ال سي من خلال التانج جروف افكت او الترانسميشن راديشن ترانسميشن ليكج. فبالتالي الافضل انك انت تحرك الجو زاويه وايه تقفل. طبعا احنا عندنا مثال هنا، لو احنا فرضنا ده مثلا على سبيل المثال برين ستيم تيومر، فبالتالي انت عندك الاي ممكن ما حركت في هنا، انت ما حركتش الزاويه، فهنا يعتبر الاي داخله في الفيلد بتاعك، لكن ما حركت زاويه كيلومتر وعملت بلوك. هتيجي بقى تعمل في الاوبتمايزر هتلاقي الدوز الوصل الاي قليله جدا، فمش هتضطر تضغط اثناء الاوبتمايزر يعني بتاعك يعني. طبعا في ميزه تانية في الكيلومتر روتيشن لما نيجي نعملها في حالات الاي ام ار تي، اول حاجه اسمها ان احنا بنعمل افويد للكارت سبليتنج، ودي هتكلم فيها في السلايد اللي بعد كده. يعني احنا لو عندنا الورم بتاعنا كبير، فبالتالي في حصل هنا في الجزء ده كده هيحصل حاجه اسمها كارت سبليتنج، تمام؟ ده لو في الدايركشن بتاع الليف موشن بتاعتنا. وعندنا طبعا ما احنا ما عملنا بقى الكيلومتر روتيشن، ف الافكت قللنا الافويد اللي هو الكارتش سبليتنج. تاني حاجه بيقلل حاجه اسمها التانج اند جروف افكت الموجوده لو احنا عملنا كيلومتر روتيشن يعني، وهشرح في السلايد اللي بعد كده. قال لك يعني يفضل انك انت تدي زاويه 90 في الزوايا بتاعت الاي ام ار تي، عشان لو احنا عندنا الفلدات بتاعتنا كبيره علشان نقلل الكارتش جروب سبليتنج ونقلل التانج جروف افكت. ايه اللي هو الكارتش سبليتنج بتاعتنا؟ عندنا حاجه اسمها الليف سبان، يعني اقصى مدى الليفه بتاعتنا ممكن تتحرك، وهي دي المسافه بين الموست اكستندد ليف والموست ريتراكتد ليف. المسافه دي كلها اسمها الليف سبان. يعني احنا عندنا في الاكليبس هي 15 سم تقريبا، بعد ال 15 بتدي بقى الكارج يا اما يحصل سبليتنج او موفمنت. فانت عشان تعمل الافويد ده لو انت عندك تيومر كبير، فانت ممكن تعمل روتيشن يعني يبقى عكس اتجاه الحركه بتاعت الام ال سي عشان تقلل الكارج جروب سبليتنج. فده مهم. نيجي بقى للتانج جروب، تانج اند جروف افكت. عندنا حاجه اسمها الام ال سي ترانسميشن اللي هي الان بتوين ليفز. فبالتالي هم عملوا حاجه اسمها عملوا انترلوكينج ميكانيزم في الام ال سي بتاعتنا عشان نقلل الليكج ده. نتيجه الانترلوكينج ميكانيزم ده حاجه ظهر افكت اسمه التانج اند جروف افكت. التانج جروف افكت ببساطه هو اكسترا بيم ابسوربشن في الايدج بتاعت الام ال سي. يعني انت الايدج بتاعت الام ال سي التب دي بتعمل ابسوربشن للبيم بتاعتنا، فبالتالي ده المقصود بالتانج جروف افكت. فانت لما بتعمل زاويه 90 مثلا بتقلل الافكت ده اثناء ايه؟ التريتمنت. تمام. نيجي تاني برضه حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها اللي هي نانكوبلانر فيلدز. نانكوبلانر فيلدز هي ببساطه زاويه كاوتش مع زاويه جانتري. يعني انت المريض طبيعي ان احنا لو احنا بنعالج كوبلانر فيلدس يعني زاويه الكاوتش بتاعتنا زيرو، وبندي زاويه جانتري يمين شمال فوق تحت الكلام ده كله. لكن في بعض الاوقات مثلا زي حلقه اغلبنا برضو بنستخدم التكنيك ده في حالات البرين. ساعات بيكون مثلا عندك حاله جي بي ام، حاله استروسيتوما، الكلام ده كله، محتاج تدي يعني مش عايز الاكزيت بتاعك يكون في الاي بتاعت المريض لو احنا بنستخدم فيلد مثلا 180، فانت مضطر كده تعمل اللي هو الفيرتكس بيم اللي احنا بنسميه فيرتكس، فبتدي زاويه جانتري مع زاويه ايه كاوتش. طبعا هي بتعتمد على خبره الفيزيائي، بس يعني انا ممكن اقول لك حاجه بسيطه يمكن تعملها اثناء التريتمنت. انت يعني لما بتعمل البلان انا نفسه بروح للمعالج او الفني اللي شغال على الجهاز، اقول له انا عندي زاويه كاوتش مع كولوميتر كذا وكذا، ايه رايك هيحصل حاجه؟ يعني لان هو موضوع المانكو بلانر فيرتز ده خطير جدا، ممكن يعمل تصادم، جهاز يخبط الكاوتش بتاعتك، ممكن جهاز يخبط المريض يعوره او يموته. فبالتالي بيكون في حرص اثناء استخدام التكنيك ده. فاسهل حاجه انك انت تكلم الفني تقول له
انا هعمل زاويه فيرتكس، الزاويه بتاعه الكاوتش كذا والجانتر كذا. هو بخبرته بيتخيلها في دماغه كده، لا علي شويه، لا غير الزاويه دي. طب ممكن تعمل حاجه اسمها دراي تيست، يعني تخش وتعمل مود اب للبلان بتاعك مثلا وتشوف الزاويه بتاعه اللي انت هتعملها، سهل التطبيق، هيحصل اي كوليجن او الكلام ده كله. طبعا انت في البلاننج سيستم بتاعنا بيديك شكل كده، مثلا يقول لك انت هتدي الجانتري والكاوتش بتاعتك والكلام ده كله، بس يعني هي مش بيقول لك ما خلي هيحصل تصادم ولا لا، فيمكن يكون على البلان بتاعك البلان بيرفكت وكويس جدا، لكن التطبيق بتاع الجهاز هيكون صعب، في كوليجن هيحصل. فبالتالي مهم جدا للانكو بلانر فيلدز وانت بتستخدمها في الاي ام ار تي، انك انت او حتى ال 3 دي كمان، انك انت يكون في تواصل بينك وبين الفني او المعالج اللي على الجهاز في الزوايا دي، بحيث انت ما تحطش في ريسك ولا المعالج على الجهاز يتحط في ريسك يخبط مريض او يخبط الجهاز. تمام. نيجي بقى يعني الزوايا اللي انا بستخدمها في التريتمنت بتاعي. يعني طبعا اولا لازم نتفق ان الاناتومي بتاع المريض كل مريض بيختلف من مريض لاخر، بس في حاجات بتكون ثابته. فانا هجيب لك كده الفيدات من اول البرين لغايه ما توصل للبلفس بتاعك. اول حاجه بالنسبه للبرين ستيم، يعني انا الزاويه دي انا بشتغل بيها وبتجيب نتائج كويسه جدا. اهم حاجه في الفيلدين دول اللي هو ال 260 وال 106، وانت بتحط الفلدات دي الاكزيت بتاعك ما يكونش، يعني الاكزيت بتاع كده وانت بتشوف البيم اي فيو ما يكونش في الاي بتاعتك ولا اللينس بتاعتك. تمام، عشان انت عارف اللينس الدوز بتاعتك 5 جراي تقريبا او 7 جراي، فانت لو انت الفلدين دول طبعا هتقول ال 180، ال 180 انت عامل بلوك، يعني 180 في الاوبتمايزر بتقول مثلا انا مش عايز انتر او اكزيت يحصل لللينس اثناء الاوبتمايزر، فزاويه واحده غير ثلاث زوايا. تمام، طبعا في حاله زي كده انا مش هقدر ادي فيرتكس لان المسافه كبيره والاكزيت بتاعها هيكون في السباينال كورد. تمام، فبالتالي انا ده افضل بيم ارينجمنت للبرين ستام بتاعتنا. تمام، طبعا طاقه 6 ام بي طبعا، يعني سيبريشن قليل ونتركم من ده، بنستخدم الطاقات العالية في حالات البرين والهيدن دينيك. تمام، نيجي للحالات الهيدن دينيك. الهيدن دينيك بقى من اول النيزو والمنطقة دي كلها كده زي ما احنا شايفين، احنا في بيبر بتقول لك 9 فلدات و11، زي ما قلنا كل ما تزود الفلدات بتاع ده كل ما تحصل على نتائج افضل في الدوز هوموجينيتي والسبيرنج للاورجن ات ريسك. فالزوايا دي بالنسبه لي انا بستخدمها وبتطلع نتائج هايله، يعني انا عندي مثلا 3 بي تي في اهو بال الهاي ريسك والميديوم واللو، يعني ما شاء الله الاورجن ات ريسك كلها عندي في التولرنس بتاعتها. تمام، بالدوز هوموجينيتي يعني، فممكن طبعا 9 في الداتا او 11 في حسب الحاله وحسب الاناتومي بتاع المريض، يعني ممكن تستخدم التسعه ما تجيبش نتائج كويسه معاك، هو الاناتومي بتاع المريض كده. بس تيك كير وانت بتستخدم الفلدات في الاي ام ار تي انك انت خلي بالك مش من الشولدر، ما تخشش من الشولدر. تمام، ولو هتضطر تخش من الشولدر ممكن تقفل بالجو بتاعك، ترفع فوق بالجو بتاعك تقفل لغايه ما يبقى نص البي تي في معاك، او ممكن ترسم الشولدر بتاعك في الكونتورنج وتعمل افويدنج ليه اثناء الاوبتمايزر، يعني في كذا طريقه وانت مضطر تخش من الشولدر، لكن في الاساس بتاعنا ان الشولدر لازم نعمل له افويدنج اثناء البيم ارينجمنت بتاعتنا. تمام، طبعا حالات اللي هي ده طبعا من اصعب الحالات في الاي ام ار تي والرابد ار كمان الفيمات، فالفيزياء اللي بيكون ينجح ان هو يعمل بلان اي ام ار تي هيدن دينيك، فيعني اعتقد كده هو يعني تمكن ادواته متمكن بادواته ويقدر يعمل اي خطه على جهاز سواء اي ام ار تي او رابد ار. نيجي لحالات السيرفكس والاندوميتريوم واليوترس اي ام ار تي، كلها نفس البيم ارنجمنت بتاعتنا، عندنا بلان 7 فلدات و9 فلدات، طاقة 6 أو 10، ممكن تستخدم الستة ممكن تستخدم العشرة، ممكن المريض يكون السيبريشن بتاعه صغير فتستخدم الستة بتاعتك، لأن لو السيبريشن بتاعك كبير لو أنت استخدمت الستة هتلاقي حوالي 80% موجود على السكن بتاعك، فهتضطر تعمل بقى أفويدنج أورجان في الكونتورك عشان تقلل
ال 80% دي، فأسهل حاجة إنك أنت تغير الإنرجي بتاعتك تخليها 10، تمام. وعندك كذا تكنيك، 7 و9 فلدات، 9 فلز تقدر برضو تشوف السبعة، تجرب الأول السبعة، لقيتها ظبطت معاك في الدوز هوموجينيتي والأورجان اتوسك خلاص، ما ظبطتش يبقى تعمل سويتش كده للـ9 فلدات وبتطلع معاك نتائج كويسة جدا. يعني يعني أنا عندي هول الـ55 اللي هو النوتس الـ95 واصل تقريبا 100%، والهاي الـ95 واصل تقريبا 99.3. يعني تقدر بالبيم ارنجمنت دي تحقق نتائج كويسة. نيجي للبلادر البروستيت والريكتم، اعتقد بيكون برضو نفس البيم ارنج بتاعتنا ونفس الفكرة، 6 و10 ده اكوردنج تو السيبريشن بتاع المريض واللي انت شايفه بعينيك، تمام. طبعا انا يعني انت عندك يعني ما عندناش ستاندر في المرضى، يعني الاناتومي والبرفورمانس بتاعك بيختلف من مريض لاخر، لكن انا الزاويه دي انا بستخدمها في التريتمنت بتاعه وبتطلع نتائج كويسه جدا زي ما انتوا ايه شايفين، فممكن تستخدمها وجرب وتشوف ظروفك ايه. نيجي بقى لليفت سايد بريست اي ام ار تي بيم ارنجمنت. طبعا حالات البريست تعتبر من اصعب الحالات، خصوصا لو انت مش عندك جيتنج، ما عندكش ديب انسبيريشن بريس هولد، فممكن تلاقي الهارت زي ما احنا في الحاله دي دايركت كونتاكت مع الشيست وول بتاعك او البريست بتاعك، فبكون صعب جدا انك انت توصل للكريتيريا بتاعتك. طبعا كل ما تزود الفلدات بتاعتك ممكن تقدر تتحكم في الدوز افضل يعني. فبالنسبه لي انا ببدا بـ5 فلدات للبريست بنفس الترتيب ده كده 305 131. طبعا ده مش ثابت، هو الاناتومي حسب الاناتومي بتاع المريض، بس يهمني في الميديال تانج اللي انا بستخدمه هنا ما يكونش داخل في الكونتراترال بريست، تمام. فانت هتشوفه في البيم اي فيو، واللي تحت اللي هو اللاترال ما يكونش اندر كاوتش، يعني هيحصل فيبروزس للنج بتاعت المريض. فافضل التكنيك اللي انا بشوف انه بستخدم اللي هي الشكل ده كده، تزود 5 درجات فوق تقلل، المهم يعني بيكون نفس الارنجمنت ده. ولو عندي ليمف نود بدي الزاويتين دول ليهم واقفل بالجو كده لغايه ما اكون بس الفتحه بتاعت الجو هي مفتوحه على الليمف نود بتاعتي اللي هي السوبرا كلاب. وطبعا انت يعني مش من اول ما تشغل الاوبتمايزر بتطلع النتائج، لا انت ممكن تعمل مره واثنين وثلاثه وتنزل وترفع وتغير، طب زود الزاويه دي، طب ازود زاويه كمان، ممكن تزود زاويه هنا في المنطقه دي تاني عشان الهارد، يعني في افكار. بس انت بتبدا بالخمسه بتوعك المين دول وبتدي بقى تزود تقلل تغير الزاويه، تمام. طبعا اغلب حالات البريست في الاي ام ار تي في حاجه اسمها السكن فلاش، السكن فلاش ده اوبشن موجود ما عندنا علشان ياخد في الاعتبار البريسنج بتاع المريض، يعني بتعمل 2 سم 1.5، يعني في ناس بيستخدموه وناس مش بيستخدموه، لان انا نفسي ما ساعات بيظبط معايا وما بيعملش هوت سبوت، وساعات ما بستخدمه يروح رافع لي الهوت سبوت الموجود على السكن، يعني فحسب الاناتومي وحسب الحاله. يعني نفس الحكايه بالنسبه للرايت سايد، نفس الحكايه البيم ارنجمنت بيكون نفس الشكل ده، وانا باخد الاعتبار ان الميديال تانج بتاعنا ما يكونش قاطع في الكونترالاترال بريست ولا في الهارت من تحت، نفس الحكايه ما فيش اندر كاوتش في الاي ام ار تي، تاخد نفس البيم ارنج بتاعك، بيم ارنجمنت بتاعك. طبعا لو عندك ليمف نود برضو انا نفس الزوايا بديها بنفس الشكل كده وبرضو بعمل سكين فلاش، تمام. نيجي بقى للكرينوس باينال او الميدولا بلاستوما. الميدولا بلاستوما تعتبر من اصعب الحالات، خصوصا لو انت ما عندكش رابيد ارك او فيمات وعندك مشكله للمريض التصوير بتاعه يكون الدراع بتاعه في الجنب، فبالتالي انت مضطر تستخدم تكنيك. طبعا عندنا طبعا مشكله برضو في الكرونوس باينال او الثري دي ام 1 انك انت في الجنكشن اللي بيحصل بين الكرين والسباينال لازم كل اسبوع تعمل شيفت للماتشنج ده علشان الهوت سبوت، تمام. فالميزه بقى في التكنيك اللي هو احنا بتاع الاي ام ار تي ده انك انت مفيش شيفت بقى خلاص، الناس اللي عملوا التكنيك ده حتى انت يمكن تعمل سيرش على جوجل بالاسم التكنيك ده هتلاقيه موجود بيشرح لك بالتفصيل ازاي تعمل بلان اي ام ار تي. فهنا هو عامل 3 ايزو سنتر، واحد للبرين واثنين للسباين، ومديك زوايا بدقة، يعني مديك الزوايا بتاعت السبعة، يعني بالنسبة للبرين مدي 7 زوايا
وبالنسبه لل, لل... ده الايزو سنتر الاولاني. والايزو سنتر الثاني اللي هو الخاص بالسباينال مديك ايه ثلاث زوايا، تمام، 180 145 و215. التكنيك ده انا استخدمته كذا مره وما شاء الله يعني النتائج بتاعته ايه رائعه يعني. فيمكن تعمل سيرش على جوجل بالتكنيك ده، هتلاقي معاك بيبر كامله بيشرحها لك بالتفصيل يعني. تمام، بالتوفيق لكم ان شاء الله، اتمنى يكون في افاده من البرزنتيشن. شكرا لكم.